مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد. كنتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله جيتكم بواحد الكيكه، صراحه كيكه البرتقال كتجي زوينه وخفيفه وهشيشه، وغندوزو على بركه الله المقادير. اول حاجه غادي نحتاجو كاس ديال العصير عادي، يعني المولينكس اللي كنطحنوا فيها، وغنحتاج 4 د البيضات. انا عندي هنا البيض صغير، الا كنتو كتوفروا على البيض كبير تقدروا ديروا غير 3. غادي نحتاج كاس مع مرش ديال الزيت اولا نصف كاس زيت، ونحتاج كاس عصير برتقال طبيعي، ونحتاج كاس ديال السكر مع مرش كاس الا ربع، وغادي نحتاج 2 معالق صغار من خميره الحلويات اولا البيكنج باودر، ونحتاج رشه ملح، نحتاج 3 الكيسان ونص 3 الكؤوس ونصف من الدقيق الابيض، ونحتاج ملعقه ديال الخل الابيض او خل عادي، ونحتاج ملعقه صغيره من عصير الليمون. وغادي ندوزو على بركه الله لطريقه التحضير. الشيء غنقوم به هو اننا غادي نحطو البيض في هذا الكاس ديالنا، وغادي نخفقوه حتى يولي اللون ديال البيض مع السكر لون ابيض كيف ما كتشاهدوا. من بعد ما ولنا معنا الخليط في هذا الشكل هذا، غادي نضيف الان عصير الليمون ونرجع نخفق من جديد. كيف ما كتشوفوا الان غادي نضيفوا رشه ملح ونكمل الخفق. كيف ما كتشوفوا غادي نضيف كذلك الزيت بهذا الشكل هذا، وغادي نضيف ملعقه ديال الخل، نضيف ملعقه خل صغيره. الخل هو اللي كيخلي الكيك ديالنا يتنفخ ويتشقق لينا. وبالنسبه للليمون جوس او الحامض ديال الليمون كيخلي الكيك كيجي هشيش، جعل ملعقه صغيره فقط. كيف ما كتشوفوا من بعد ما تخفق لنا الكل مع بعضه، غادي نحطه في اناء، غادي نوضعوه في اناء على هذا الشكل هذا باش نضيفوا الدقيق. فكيف ما كتشاهدوا غادي من بعد ما ضفت الخليط ديالنا هنا غادي نضيف الدقيق شويه بشويه، وغادي نضيف ملعقتين من خميرة الحلويات اولا البيكنج باودر، كيف ما كتشوفوا كل ملعقة كيكون فيها تقريبا 7 غرام، وغادي نخلوه على هذه الطريقة هذه. وغادي نبقى نحرك بهذه الطريقه هذه. فكيف ما كتشوفوا من بعد ما خلطنا مزيان كيكون هذا هو الشكل ديال الكيكه ديالنا. والان غادي نكونوا مجهزين من قبل قالب كيدخل الفرن على هذا الشكل هذا. انا دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق الابيض. غادي نحطوا الخليط ديالنا على هاد الشكل. فكيف ما قلت لكم غادي ندخلو الفرن وغادي نشغلو على درجة حرارة 180، وبالنسبة للفرن ديالنا هنايا غادي نشعلو على 300 درجة فرنهايت. كيف ما كتشوفو كيكون هذا هو الشكل ديالها من بعد ما خرجتها من الفرن. فأنا غنخليها تبرد شوية ومن بعد غنقلبها في طبق ديال التقديم. كيف ما كتشوفو كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالي، كيجي على هذا الشكل هذا. صراحة كيجي زوين وكيجي هشيش كيجي رطب. انا غادي نشارك معكم الشكل كيفاش كيجي من الداخل، غنقطع معكم شي طريف كما كتشوفوا، غادي نقطع معكم طريف باش تشوفوا الشكل ديالو كيفاش كيجي من الداخل. صراحة كتجي هشيشة
كما كتشوفوا شتي الشكل ديالها كيفاش كتجي وعاطيه الريحه ديال الليمون. كيف ما كتشوفوا كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه ديالنا. كنتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم ودعموني بالاشتراك وبلايك وبتعليق، شي تعليق ان شاء الله كيفرحني، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.